رسالة شكر للشعب اليمني الشقيق على موقفه وعلى موقف البطولي الداعم لأهل غزة. موقف اليمن هو موقف مشرف طبعا لكل الأمة العربية. عملوا الإشي اللي ولا حدا قدر يعمله، مع إنها مش دولة جمنا ولا حوالينا، إحنا مش على حدودها، هي كتير بعيدة، بس عملت أشياء عن جد يعني ولا حدا توقع. عن جد هم شعب فعلا من أشجع الشعوب. نحن كفلسطينيين نعجز عن شكر إخوتنا وأهلنا في اليمن. نوجه له ألف تحية وإكبار. رفعوا رأسنا، وقفوا جنبنا، إحنا الشعب الفلسطيني. رغم الصمت العالمي اللي بحل حاليا في العالم، إلا إنه ما سكت وما قبل الظلم اللي عم بيصير مع إخواننا في غزة. هم كانوا شعلة الأمل اللي طلعت وإحنا يعني برد قلبنا عليها، فيعني إن شاء الله يا رب ربنا يكون معنا ومعهم ونكون أقوى ونحرر فلسطين. انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد القائد.